شهدت مراكز التطعيم الموزعة في مختلف مناطق البحرين إقبالا لافتا من قبل الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين ثلاثة إلى أحد عشر عاما بصحبة أولياء أمورهم ممن حرصوا على أن يتلقى أبنائهم التطعيم المضاد لفيروس كورونا بعد إتاحته لهذه الفئة بهدف حمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا وتعزيزا للمناعة المجتمعية المكتسبة